مرحبا، رجعنا لكم درس جديد. درسنا مثل ما سمعتوا خايف اقول اللي في قلبي للموسيقار محمد عبد الوهاب، وهي من بيت الله. انا اخذها من بيت الله، هي بيغنوها من الري وفينا نغنيها من الدو، فاحنا راح نشتغلها من بيت الله. بيت الله نرجع نتذكر فيه لا سيوس بمول دو ري مي فا نص ديز صول لا صول فا دي كارني ري دو سيوس بمول. اذا كيف تبدا؟ خايف اقول اللي في قلبي لاني خايف اقول اللي في قلبي لاني فا صول مي فا مي ري خايف اقول اللي في قلبي منكمل تتقل وتعاني يعني مي ري دو ري مي دو سي دو ري مي مي تتقل وتعاند ويايا منكمل ولو داريت لالا صلا سي عدنا فصلا وعطيني فصل تفضحني ريمي فاني ريدو تفضحني قيني مي ريدو سي تفضحني عيني بهواي ري ريدو ري سي لا نرجع احيانا بيعملوا موسيقى اللوازم يعني تتبع الغناء ولو داريت سلا صنع عنك وديني تفضحني عيني بهوى. هلا في لازمه بسيطه قبل المقطع الثاني، هون بصير عندنا فانوس اوف ديز سي لا صول فا مي فا صول لا سي لا صول عفوا سي صول لا لا سي لا صول فا مي فا صول لا سي صول لا. انا زرني طيفك في منامي، اذا نوقف هون فرح يكون سي الفا نص ديز. انا زرني طيفك في منامي قبل ما احبك لا صول صول فا صول. إذن أنا زرني طيفك لا 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 سي لا صول فا فا نص ديز طبعا. أنا زرني طيفك في منامي فا فا صول صول فا قبل ما أحبك صول صول فا صول لا لا. أنا زرني طيفك في منامي قبل ما أحبك هذه لازمة. إذا لا صول صول فا صول سمعني في الوسط وسمني وأنا مشغول بك. إذا سمعني في
دو سي لا لا سمعني بالوصل وسمني دو سي لا لا دو سي لا لا صلا فا سمعني بالوصل وسمني وانا مشغول بك مشغول بك فلا فا فلا فا خايف عدمو لكن خايف هنا رجع لا صل فا صل لا خايف عدمو لكن خايف لا صل فا مي فا مي يروح يقول انتي بحبه لا صول فا مي ري صول فا مي ري يروح يقول اني بحبه هو المرجع بيات ولو داري عنك حبي تفضحني عيني بهواك الأغنية جدا رائعة وأغنية جدا فيها دسم موسيقى يعني دسم نغم البيات فمهم جدا أن العازف يعزفها ومهم جدا حتى يغنيها حتى لو ما كان صوته حلو مثلي مثلا فمو شرط المهم يؤدي العلامات الصحيحة فبالتالي يستمتع بالنغم الموجود في هذه الأغنية وهي درس كتير حلو وهذا كل شيء لهذا اليوم وشكرا لكم وشكرا طبعا على تعليقاتكم الحلوة وأهلا وسهلا بالمشتركين الجدد وإذا أنت أول مرة بتشوف الفيديو بتحب هذه المادة فيك تشترك وتفعل الجرس مشان يصلك كل جديد شكرا.